السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذه الايام الاولى في رمضان تكون دازت عندكم مزيانه. هنا في فيديو جديد غادي يكون غير جوله خفيفه هنايا في الشوارع ديال ابيدجان. غادي نبدا الفيديو ديالي بخبر جميل، اللي هو قرب انتهاء الاشغال ديال بناء هذا المعلم الرائع اللي هو مسجد محمد السادس هنايا في ابيدجان. والان غادي نخليكم مع واحد الجوله خفيفه هنايا. في اليوم غادي تكون الجوله في بولفار دو مارسي، في شارع مارسيليا، احد الشوارع هنا في لاكوت ديفوار. نخليكم في الجوله هنا. كنت درت في جو رمضاني، كان اليوم الاحد، كانت الطريق خاويه شويه، حاولت انني نصور لكم الطريق وتحاولوا انكم تعرفوا واحد النبذه على البنيه التحتيه هنايا في ابيدجان. نخليكم مع الفيديو، كنتمنى يعجبكم، وما تنساوش تخليوا لي التعاليق ديالكم. ولا بغيتوا نشوفوا شوارع اخرى في فيديوهات جايين، مرحبا خليوها لي في التعاليق. نخليكم مع الفيديو.